صبوح الأسطورة يا عيوني شو هالصورة، شمس بتشرق من لبنان بتضوي كل المعمورة، شمس بتشرق من لبنان بتضوي كل المعمورة. ريتك تسلم يا إحسان، أنت للهمة عنوان، أيوة. وكل ما بتخدم الفنان بترضى عليك الشحرورة، وكل ما بتخدم الفنان بترضى عليك الشحرورة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إحسان بقصة حياتي، وأهلا وسهلا فيك لأنك كمان الفنان الوحيد اللي مهتم بكل هالفنانين. الله يخليك. قبل كل شيء الله يخلي لنا حياتك وطول عمرك. تسلم. تضلي منورة ومشرقة بهالبلد والعالم العربي كله. وانت كمان. من وين بتريدي نبلش؟ انا حطيني بطبيعتي. يلا عن الاعمال انا وياك عملناه، فاكر بيروت 011؟ ايه نحن عاملين سوا بيروت 011 وعاملين سوا افراح الشباب وكلام في الحب وانت عمري، هذا من الافلام. ايه؟ وعاملين يعني كذا ساعه تلفزيونيه، من ابرزهم كان مسرح النجوم. ما بدنا نحكي عن ايجابياتك بهالاعمال، هلا خلينا نحكي عن اشياء ثانيه. ايه هذه الاعمال هي كانت بالاردن، نحن ما بننسى الاردن ابدا. اكيد إيه؟ اكيد طبعا طبعا، الاردن كان متسع رحب للفنانين اللبنانيين الحقيقه بفترات السنوات اللي ان شاء الله ما بتنعاد لا على لبنان ولا حدا. خلينا نبلش نستذكر سوا بيروت 011. نجح منيح بيروت 011. بدي افكرك انه وقتها انت كنت مهدد بالقتل بهيدا الفيلم. ايه بسببك. الحقيقه يعني من بيروت 011، ايه هيدي الحادثه هيدي بذكر، ما كنا نحن عم نصور بصلعاته بالشمال. ايه. على البحر، مطاردات والى اخره. هلا كنا كل ليله نحن جايين، وصلك على البيت انا وروح على بيتي، انت بالحزمي وانا ببدار. هلا احيانا تتكرمي تشرف تطلع اشرب فنجان قهوه، نطلع نقعدنا ربع ساعه زمان نشرب فنجان قهوه نرتاح عندك ونرجع نمشي. هلا على مدار كم يوم بتفاجئ انا بوالدي الله يرحمه بيبعت وراي وكثير معصب ومزعوج. قلت له ليش شو بك مزعوج شو في؟ هلا والدي بهذيك الفتره كان عنده علاقه مهمه مع شخص مسؤول كبير بالدوله باحدى الادارات الرسميه، وكان في شغل بينه وبينه، وكانوا مثل السمن والسكر ماشيين تمام وكل شيء كويس. واذ لما بيبعت وراي ابوي الله يرحمه ومعصب ومنرفز، قلت له شو قصتك؟ ليش مالك عادي تحكيني بهالشكل هذا؟ قال لي لانك منك مزبوط. قلت له مش مزبوط كيف؟ قال لي كل شيء فيه نسوان بالعالم ما لحقت تلاقي تحب الا صباح. قلت له طول بالك، قبل كل شيء يعني مع اعجابي بكل نسوان العالم، يعني يمكن الكل بكفي وصباح بكفي مع احترامنا للناس، يعني هذا من حيث قبل كل شيء الاحترام اللي بيحترمها فيه لها الست، ومن حيث المحبة ومن حيث الزميل الفني، بس ليش عم تحطني بخانة الحب؟ قال لي ايه؟ لأنه فلان الرجل المسؤول يلي عم بتعامل أنا وياه قطع كل شيء بيني وبينه بسببك، شو عم تحكي؟ قال لي هذا اللي حصل. طب ألو بيروت 11. وأنا دغري فزيت ورحت لعند الزلمة، تلفنت له ورحت لعنده. ألو بيروت 11. قلت له أنا دريت من أبوي إنه هيك 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 الموضوع. قال لي الحمد لله على السلامة. قلت له شو يعني؟ قال لي أنت طلعت من الموت، خلصت من الموت. قلت له والله ممنونك، شو عم تهنيني يعني بشو؟ قال لي أقعد لقلك. قال لي من ثلاث أيام شوفيري قعد قدام بيتك ببدار وأترك بسيارته وأصبعه على زناد الفرد. وانا عم تابعه. وبعدين قال لي يمكن بهذيك اللحظه اجاني تليفون من ابوك انه انا الصوره اللي عندي عنك مش مزبوطه، وقفت الزلمه عن عمليه اغتيالك. شو كتر خيرك. طيب ليش؟ قال لي لانه انت عم تجي من صلعاتك
كل يوم بتوصل الصبوحة على البيت وبتطلع لعندها وكذا. قلت له ايه مزبوط، كذا يوم بطلع لعندها اشرب فنجان قهوة او امشي، انا عم بجيبها بسيارتي لانه شوفيرها بتقول له فل وبس نخلص تصوير بنرجع. بس ما معنى هذا اني انا مثلا تحطني بهالصورة؟ اولا انا يعني يا ريت بقدر احب صباح لانه صباح منا مشغول فيه، وبعدين انا عايش حالة حب يعني، وانا هالست يعني اول ما فت انا وياها بالعمل كان بالنسبة لي انا شغلي مهم كثير اني انا اوقف لجنب صباح. هو صدق القصة بالفيلم قال لك حبوا بعضهم. بقى شرح لي كيف الوضع وهذا والاخري. انا طبعا بهالحالة فهمت انه الرجل يعني مسخسخ يعني رايح بالمرة بحب صباح. بدي خبرك يا دلي انا شو عمل فيي. انا قال له يا خيي انت صديق يا حبيبي، انا ما بقدر انه يعني هو مش انه شكلي بينحب او انه هيك، ما فيي انا يعني كون صداقة اهلا وسهلا فيك. يوم يتخفى يلبس كفية وعقال، يوم اختي كان ساكنة مقبيلي يروح بين البردية يتفرج حروق كل البردية، اوقات يكون عندي سهرة يقعد تحت ليشوف شو عم نحكي بها، صار نصير نكب عليه الشوربة والأكلات نحن، هو فاكر نحن مش شايفينه. مرة كنت عم غني برمانة كمان، وقف برا السور وبدو يتسمع يا حرام مسكوه، قالوا له انت حرامي او بدك تغتالها، اقول له والله لا يا عمي مش قادر يقول اسمه، نزلوه بالجيب واخذوه، بعدين كشف اسمه هيك لحتى مشوه. مفاجأة راح حرض ابني بهالاثناء ليقتلني كمان. لا يا حرام ابني عقله كبير وابن اصله هيك، قال لي امي شنو هيدا مجنون؟ بعتوا لي عم بحرضني لقتلك. يا حرام كان راح يخوت. ايه فين يا سعاد البيه؟ مهمة خاصة. يعني ايه؟ وحيكون ايه؟ جواب من احدى المعجبات الفاتنات ولازم استلمه بسرعة. كذاب. عيب يا كوثر، ده انا حابة جوزك. لما تخلص من مقابلة المعجبات الفاتنات. وانت صدقتي؟ ليه لا؟ تعملها ونص كمان. اخس عليك، انا ليا مين غيرك يا روح قلبي. لا يا شيخ. طب حقك علي. الحق علي انا اللي حبيتك وفضلت طول عمري مستنياك، لكن برضو انا اللي استاهل. انت هتزعلي بحقه حقيق ولا ايه؟ تقدر حضرتك تتفضل تروح تقابل المعجبة بتاعتك. توديني لعند شخص كان عنده مجلة فنية، وكانت مجلته الفنية من المجلات التعبانة كتير يعني. ايه هو توفى الله يرحمه يعني، مجلة تعبانة كتير. وكانت صفحاتها مخصصة للفضائح وللشو اسمه، وما يخلي شيء لا عن عبد الوهاب لا عن عبد الحليم لا عن صباح. من الجملة انا بذكر انه هو هذا الشخص رفعت عليه دعوة انت بعملية تحريض ابنك على قصة القتل. هلا طبعا هذه في قانون المطبوعات وفي والى اخره. هلا هذا الرجل انا عامل معي ضروبة مش كويسة ابدا، شوي ما شفته الا بيطب علي بيقول لي جاي اتخبى عندك. نعم اي والله، انه الامن مطاردينه وكذا وما بعرف شو. لا يا اخي جاي اتخبى عندي، انا كنت بعدني ببيتي ومكتبي بشارع جنرال شهاب قبل ما انقل على بداره. قال لي مطارديني وبدون يكمشوني وكذا وشي من النوع. قولي طيب انسانيا اجي لعندك خبيني. اجوا التحري قالوا نحن عارفين انه عندك، بقى سلمنا اياه اذا بتريد احسن، لانه ما بدنا نفتش بيتك وانت فنان ومنحبك وكذا والى اخره. قلت لهم لا ما انه عندي، راحوا هني. هلا بس راحوا ما بدي انا اوقع باحراج مع الدوله كمان وهيدا. قلت له يا خيي اذا بتريد بدك تمشي من هون، لانه القصه صار فيها مسؤوليه يعني، في الدوله وعم يخالف نظام وكذا وخلص. انا قعدت عندي 24 48 ساعه بكفوا. هلا هو طلع وراح قطع شوي لوصل حد بيت فهد بلان على طريق الشام الله يرحمه. هونيك تعبوا فيه الشرطه، تعبوا فيها كما شو. بعد ثاني يوم طلعت مجلته بيقول انه
انا مرت معك مشان لحتى سلموا مظبوط وقتها غضب كثير. لا مش بس هيك، وكان عم بيكتب مذكرات عني كلها كذب، كلها تأليفه هو. هو كله كان يعني اصلا كله كان مزبوط. يعني يكتب شغلات مثل ما بيقولوا بالعربي ما بتركب لا على قوس ولا على قدح. مظبوط. ياما الواحد بيشوف هلا، مش بس كان كريم خوري، كان في كذا واحد يضلوا واقفين تحت البيت، يعني هلكوني، يعني نزعوا لي عيشتي بالفعل. بهذيك الفترة في كان ثلاثة من عمر الشخص اللي حكيت عنه قصة هذا، وكلهم مرموقين يعني بالبلد، كانوا هاو ثلاثة يحبوكي بفرد وقت. فظاعة فظاعة. وإذا جبت محامي بتصدق، مثلا أنا الإنسان بيحتاج محامي، بده يدخل لي مشروع زواج وبده يدخل مدري شو، يا خيي جايبتك محامي هلا جاي تعمل لي قصص. الفنان بيطمعوا فيه يكون مطموع فيه. ايه اكيد يعني. يا شهرة يا فلوس هيك شيء. بالمطلق بصورة عامة الفنان. وبعدين كمان ما في كل فنان له موقع معين، يعني هلا نحن ما بدنا نحكي تنجامل، يعني انه صباح يعني اسطورة، فعلا اسطورة يعني، ما مش مجاملة يعني، هذا شيء تاريخ بالنسبة لنا يعني للبلد بلبنان. يعني في كم فنان يعني فعلا دخلوا خانات الاساطير يعني، وانت بتطلعي الحمد لله يعني، الحمد لله بوجودك يعني مش قليل يعني الله سبحانه وتعالى. كمان انت قليل، كمان انت قليل كمان يعني، بصراحه عملت هالنقابه للفنانين وعم تتعب معنا واخذت لهم بيت، يعني كمان عملت نشاط مهم. هلا شو صار في النقابه استاذ؟ هلا ماشي الامور يعني يعني صار عندنا موقع متقدم الى حد ما، وعلاقاتنا مع الدوله كثير كويسه، ونحن هلا عندنا مشروع واحد ما في غيره، ما بدنا غيره يعني. هو المشروع يلي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/96، واللي هو بيجزلنا بقانون تنظيم المهن الفنية. اللي هو التفعيلات تبعيته، أول شيء أنه يحيط كل النقابات الفنية بنقابة واحدة، يعني ما بيعود في عندنا التعددية هذه، وبينظف الأمور كلياتها، بيضبط الوضع على الأرض اللبنانية، ويجيز لنقابة الفنانين المحترفين تطبيق مبدأ التعامل بالمثل على الفنانين الوافدين إلى لبنان، أسوة بما يعامل مظبوط بالفنان اللبناني خارج لبنان. لأنه يعني نحن من أنصار أنه الفنان اللبناني ينصاع للقوانين خارج لبنان، لأنه كلهم عم ينصاعوا، لأنه هالدول اللي عم نشتغل فيها كلها بنحترمها وبنحترم أنظمتها، واللي بيجوا لهون مفروض أنه نفس الشيء يصير. يا خي الفنان معتر، إن شاء الله أنه بيصير مضمون حقوقه، وهيك الواحد بيطمن على الفنان، لان في فنانين تعبانين كثير وياما عم بيتعبوا وياما عم بيروحوا يلتجئوا لدول ليعالجون ويعطون. ان شاء الله انه الفنان بتامن له حياته وما بيوصل للمرتني. واهلا وسهلا فيك ويعطيك الصحه والقوه وتكملنا بهالنقابه يا رب. اهلا وسهلا يا استاذ وشكرا.